ألف مبروك، شرفتونا، شرفت جمهور مصر. الله يبارك فيك. الحمد لله طبعا على النتيجة الحمد لله، وإن شاء الله نقف ملعبنا إن شاء الله ونحقق البطولة بإذن الله. محمد يوسف بعد المباراة على طول قال لكم يا كابتن؟ يمكن إحنا الحمد لله كان راضي عن النتيجة طبعا والأداء طبعا، يمكن كنا نتمنى الفوز طبعا، لكن الهدف جه في آخر دقيقة فزعلنا شوية، لكن نصيب ودي كورة انت بتحافظ، بس ممكن في لحظه يجي في الجون، لكن انا شايف ان اللعيبه ادت اللي عليها وكانوا رجاله، وانا شايف ان النتيجه ايجابيه بره الملعب. ان شاء الله النهايه على ملعبك باذن الله وسط جمهورك، فحال البطوله انا يبقى دي البطوله المحققه في ملعبنا تبقى بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. شكرا لزميل عمرو مختار على التقرير ده، وزي ما قلت لكم بنبارك تاني وتالت ورابع للنادي الاهلي، تعادل بطعم الفوز، كل الناس بتقول فوز يعني كان فوز مستحق، ولكن برضه نتيجه مش وحشه، وان شاء الله النادي الاهلي يعني يحسمها هنا. الاهلي امبارح رجع زي ما قلت لكم من جوهانسبرج، كابتن حسام البدري ادى راحه للعيبه النهارده، هيبداوا بكره التمرين ان شاء الله باذن الله. كابتن حسام بدري بيقرر ان هو هيخش معسكر لمده 72 ساعه قبل اللقاء، هيبتدي يتدرب من يوم الاربعاء على استاد المقاولون العرب. الاهلي بيحدد اسعار تذاكر، انا اسف كابتن محمد يوسف، انا قلت حسام، انا قلت كابتن حسام بدري. طيب ماشي يا اسر. الاهلي بيحدد اسعار التذاكر نهائي افريقيا، على فكره كلهم يعني ولاد الاهلي كلهم صحاب انجازات وبطولات، سواء كابتن حسام بدري او كابتن محمد يوسف، ولكن الكابتن محمد يوسف هو الفتره دي العريس في النادي الاهلي، وهي كده يعني ايامه بتتداول، لكن الحقيقه مأدي بشكل قوي جدا، طلع اللعيبه من حاله نفسيه كبيره الفتره اللي فاتت، شفت الحقيقه اللعيبه بشكل مختلف تماما الماتش اللي فات، واضح ان في شغل نفسي حصل، واضح ان وجود نجيب جنب جمعه بعد ماتش غانا انتقادات الناس، ولكن انا دايما برضو هنا كان عندي احساس ان وائل جمعه هيرجع، محمد نجيب هيرجع، فتحي اصلا ادى بشكل كويس، دايما هو موجود، حسام عاشور موجود، شريف اكرامي هيرجع، ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه دي هترجع من اول يوم في الملاعب اليوم.